زراعة بتعلن عن الإفراج عن 960 ألف طن ذرة وفود صويا ب 483 مليون دولار، وده اللي أعلنته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، وإنه خلال الأسبوع الماضي تم الإفراج عن 84 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 51 مليون دولار، والإفراج شاملا 32 ألف طن من الذرة بحوالي 11 مليون دولار، وحوالي 52 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 37 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 3 مليون دولار. أنا معايا على الهاتف الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية. برحب بحضرتك يا دكتور طارق. دكتور طارق. يا أهلا أستاذ سامح، وأهلا بكل السادة مشاهدينك الكرام، كل عام وحضراتكم ومصر بكل خير يا رب. وحضرتك بالصحة والسلامة، وبشكرك على الجهد المبذول بصراحة يا دكتور طارق. ملفات مهمة جدا، وملف الدواجن أو صناعة الدواجن من الملفات اللي بتهم المواطن العادي اللي بيتكلم عنها كل يوم، بيسأل سعر كرتونة البيض بقى بكام، الدواجن بكام، الاعلاف بقى المواطن يتكلم في سعرها مع ان دي ما تخصوش. فليه ملف الدواجن شهد في الاونه الاخيره هذه الازمات المتكرره بسبب الاجراءات او الازمات الاقتصاديه العالميه بسبب الحرب الروسيه الاوكرانيه، ولا في نوع من الاحتكار؟ الملف ده ايه مشكلته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نقول اول استاذ سامح ان في بعض الارتفاعات مبرره ومنطقيه، وبعضها غير مبرر وغير منطقي. مصر دوله من دول العالم تتاثر بكل المجريات اللي تشهده العالم بالكامل. وباكد تاني، يمكن في الوقت اللي هي العديد من دول العالم المواطنين اللي فيها بتسافر عشرات الكيلومترات علشان تقدر توفر الماده الغذائيه، لا احنا هنا في مصر دوله رئيس الوزراء ومعالي وزير الزراعه وعد ان احنا مسؤولين دايما عن توفير المنتجات الغذائيه وعدم جفاف المنافذ التسويقيه ابدا، والحمد لله لغايه دلوقتي ده ما حصلش. الحمد لله. منافذنا التسويقيه مش هتفضى ومش هتخلى. يمكن احنا شفنا تحدينا ازاي وجابهنا ازمه كورونا وبعديها الازمه الروسيه الاوكرانيه، والحمد لله قادرين ان شاء الله. خليني اقول لحضرتك ان يمكن كافه تكاليف مدخلات الانتاج ومصروفات التشغيل على مستوى العالم زادت وتزايدت بالفعل. برجع اقول تاني ان اي دوله على مستوى العالم لما بتتزايد فيها مصروفات التشغيل وتكاليف الانتاج بيتحمله في الاخر المنتج النهائي. لكن هنا الدوله المصريه شاركت وتحملت المزيد من الاعباء لرفع المعاناه عن كاهل المواطنين، ونلاقي في حين ان بعض المواد زادت بنسبة تخطت ال 200% من تكاليف ومصروفات التشغيل، إلا أن المنتج النهائي عندنا زيادته يمكن ما تخطتش 15-20%. ولكن هنا بقى ظهور القلة من المستغلين والمحتكرين ده في كلامته. بالتنسيق التام ما بين معالي وزير الزراعة ودولة رئيس الوزراء والسيد محافظ البنك المركزي، تم الافراجات عن كميات من الخامات العلفيه وبالتحديد الذره والصويا، وديت اللي بتشكل السواد الاعظم في مخاليط الاعلاف سواء كانت الثروه الداجنه او الثروه الحيوانيه، مع اضافات الاعلاف بكميات تفوق بكثير احتياجاتنا. تمام. يعني لما نقول من خلال منتصف اكتوبر حتى اوائل ديسمبر تم الافراج عن 643 طن من الذره الصفراء، ده كان ب 231 مليون دولار، و 317 طن من كوست او من بذره الصويا ده ب 224.6 مليون دولار، وكميه من اضافات الاعلاف بحوالي 27 مليون دولار. يعني الكميه اللي تم الافراج عنها خلال الشهر ونص دوت حوالي 960 الف طن ب 483 مليون جنيه، ده يفوق عن احتياجاتنا. لكن زي ما قلت لحضرتك في القله من المستفيدين والمستغلين، والدوله المصريه لم تسمح على الاطلاق باي مستهتر او اي مستغل يرجعنا. النهارده يا دكتور طارق لما بيحصل ازمه الناس بتقول فين الدوله؟ والدوله اتدخلت وافرجت عن مدخلات صناعه الاعلاف وتحملت عبء كبير جدا في هذا التوقيت علشان يحصل استقرار. فالنهاردة لما يجي أي محتكر
او ارتفاع غير مبرر في هذه السلعه لابد ان يكون هناك تدخل فوري وحاسم. يمكن حضرتك متابع استاذ سامح بالتوازي بتنزل لجان، تنزل لجان من كافه الجهات الرقابيه مع وزاره الزراعه مع جهاز حمايه المستهلك مع وزاره التموين مع الشرطه المتخصصه مع المركز الاقليمي للاغذاء والاعلاف، وبالتوازي بننزل على مستوى محافظات الجمهوريه على المخازن وعلى المصانع للاستوثاق والتاكد اولا. طب هو في سعر استرشادي يا دكتور طارق؟ انا اسف في حاجه انا عايز اعرفها، انا عارف ان انتم بتتابعوا ليل نهار مش عايزين حد يخزن، اولا التخزين هيعمل مشكله في السوق وهيعمل مشكله في السلعه نفسها، وفي ناس هتشتكي ويقول لك ده ابتدى يظهر عندي مشاكل بسبب سوء التخزين. لكن اللي انا عايز اساله النهارده لما الدوله دخلت هذه الكميات وقدرت ان هي يكون في نوع من الاعفاءات ومن التخفيف بالنسبه للرسوم اللي بتدفع او السماح، فهنا الدوله تدخلت ماديا يعني دعمت هذه السلعه، فالمفروض ان يبقى في سعر استرشادي، ان ما يبقاش التسعير جزافي بالنسبه لطن العلف علشان الناس تعرف تشتغل. هو زي ما بقول لحضرتك دكتور طارق، طيب زي ما بقول لحضرتك جميع الاجهزه الرقابيه ديت بتنزل بالتوازي في وقت واحد، يمكن احنا بننزل على مدار الساعه وعلى مدار ايام الاسبوع وعلى المخازن وعلى مصانع الاعلاف للتاكد والاستوصاف من توافر هذه الخامات، وبنشوف هل الخامات الموجوده هي فعلا بتساوي توازي الخامات اللي احنا تم الافراج عنها ولا اقل. اي كيلو جرام واحد مخزن بنتخذ كافه الاجراءات القانونيه القاسيه جدا والصارمه حيال المحتكر زي ما قلت او اللي بيحاول يزود في الاسعار. بنشوف برضو الاخوه المستوردين لهذه الخامات، التتبع بتاع هذه الخامات والدول فين بالظبط واتباعت بكام، وزي ما انت حضرتك متابع يمكن الفترة اللي فاتت دي كان في تكثيف، وان شاء الله لا يزال التكثيف للمتابعات الميدانية والجولات الرقابية على انا عارف، وان شاء الله يعني مزيد من الجهد لهذا الملف، لانه ملف محتاج تنظيم من اول القاعدة حتى القمة، لان احنا بنتكلم على سلاسل كثيرة في هذا الملف لازم تساند بعضها علشان نحافظ على هذه الصناعة. بشكر حضرتك الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية، ملف مهم جدا، واحنا لو جينا نشوف الغالبية من المربيين هتلاقي انت بتتكلم عن المربي الصغير، الراجل اللي هو عنده عنبر ولا اتنين وبيشتغل، ممكن ننزل الارقام ونسمع من الناس دي دلوقتي. المربي الصغير، طيب الراجل ده بيشتغل ازاي وبيجيب الاعلاف منين وكان شغالين ازاي في الفترة اللي فاتت او من سنين بيشتغلوا ازاي؟ الناس دي بتاخد الاعلاف بالاجل من المصانع وبعد ما يبيع الدورة بتاعته بيسدد، يبقى ممكن ياخد الاعلاف وممكن ياخد الكتكوت المدخلات بتاعته كلها بالاجل وشغال، فيجي عند مرحله التسويق يقول لك انا بخسر، فالكلمه دي لوحدها مقلقه جدا. طب الراجل ده هيسد اللي عليه ازاي؟ طب انت بتخسر ليه؟ طب الفرق ده بيروح فين؟ يقول لك اصل منظومه التسويق مش عادله، اصل السمسار بيضغط عليا. مش ده اللي احنا بنسمعه، وده اللي بيحصل على ارض الواقع على فكره. فيبتدي بعض المصانع يقول لك طب انا الراجل ده لما اديله المدخلات بتاعته العلف والكتكوت هضمن حق ازاي؟ ما يجي في اخر الدوره يقول لي انا ما كسبتش، فتحصل المشكله هنا، يقول له لا عايز تشتغل ادفع، فهتلاقي في ناس بتخرج من الدوره. فاذا ما كانش كل المنظومه تبقى منتبهه جيدا لطبيعه هذه الصناعه، صناعه الدواجن، عايزين نحافظ عليها. يعني انا مش عايز اقول انت بتتكلم على فرص عمل، بتتكلم على استثمارات، بتتكلم على امن قومي غذائي، بتتكلم على بيض المائده البروتين الارخص سعرا المفروض، فاحنا بنتكلم على منظومه فيها اعلاف فيها كتكوت فيها ادويه بيطريه فيها مربي فيها سمسار فيها حلقات التوزيع او الريشات او محل بيع الدواجن فرارجي، بتتكلم على النقل، ما هو ده برضه فرصة عمل، فيه سيارات نقل يوميا هي دي شغلتها. فلما تيجي تشوف الجهود اللي بتقوم بها الدولة النهارده لإدخال المدخلات لهذه الصناعة وتستمر الأزمة،
لازم يكون السعر عادل، لازم يكون في تسويق عادل كمان للمربي. الراجل ده والله لو اشترى العلف بسعره العادل ايا كان وقدر يبيع وحقق هامش ربح هيشتغل وهيكمل، انما مش بعد ما بيصرف في النهايه ما بيعرفش يلم فلوسه، وهو بيقول لك انا ما بعرفش الم فلوسي.